إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الخصائص الخلايا السرطانية التي تنمو في الكلى. يعني الخصائص التي توصل إليها العلماء هي الصبغيات، أن السرطان يرتبط بعيب في الكروموسومات والصبغيات التي توجد في نواة الخلية وتحمل الصفات الوراثية، ويتوجب يعني على العلماء البحث عن سبب العيب، حيث يعني يعتقد أن يعني حيثما يوجد سرطان الدم أو الثدي أو يعني الرئة أو أي عضو آخر، يوجد أيضا صبغيات محطمة أو بها نقص أو فيها زيادة في التركيب أو العدد، وتشكل يعني الدور الرئيسي في طبيعة السرطان. وأيضا من الواجب استشارة الطبيب المختص في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.